السلام عليكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني ومع الأسف لا توجد قناة ناقلة لهذه المباراة على قمر النايس لكن توجد قناة سوف تنقل هذه المباراة مجانا وبشفرة البيس وقبل أن نذكر هذه القناة إذا كنت أول مرة تشاهد في هذه القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل ما هو جديد والقناة هي ميكا اليونانية والمتواجدة على قمر هيلاسات تسعة وثلاثون وترددها هو اثنا عشر الف وثلاث مئة وخمسون الاستقطاب هورزونتال معدل اترميس احدى عشر الف وخمس مئة وسبعون وتحتاج هذه القناة شفرة البيس المتواجدة على الصورة وهي واحد سبع مرات ثلاثة وثلاثون واحد ست مرات ثلاثة وثلاثون فرجة ممتعة للجميع